هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ما شاء الله تبارك الرحمن، من أجمل الإطلالات في قرية خضر نبي. الجلسة هنا قمة في الروعة، على هذا السفح الجبلي وسلسلة جبال وقرى متناثرة بين الوديان، الهواء رائع ونقي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلعة سملة الأثرية في مدينة طرابزون من الداخل. سابقا كان ممنوع الدخول للقلعة، لكن الآن بعد التعديلات يسمح بالدخول. قلعة معلقة في الجبل، منحوتة بطريقة عجيبة، السياح من كل مكان، يعني حتى هنا ما شاء الله الجبل في حماية من أي انهيار أو شيء. بناء أثري قديم عجيب. أخوكم معاذ أبو سعد. التاريخ 10/6/2022. ما شاء الله تبارك الخلاق. بحيرة أوزنبول 9/6/2022. الجو غائم، الجبال غاصية وخضراء ما شاء الله. الجو غائم جدا، العيون تعانق من الجبال. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، إطلالة قمة في الروعة. مطل بوستبة في مدينة طرابزون ما شاء الله، يجمع ما بين جمال الطبيعة وإطلال على المدينة، مدينة طرابزون بشكل كامل والبحر الأسود. هذا الجامع، جامع طرابزون الكبير ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذه السوتلاش المحلبية، رزق حليب. بسم الله. طبعا نحن في هذا المكان، في هذه الإطلالة الجميلة، قرية همسي كوي، يعني بيوت متناثرة في سفح الجبل، الشمس مشرقة ما شاء الله.